لأنه أنا أعتبر الفيزياء والفلك وكذلك الكيمياء نتائج لقواعد عامة نقدر نقول أو قوانين كلية سنها الله سبحانه وتعالى في خلقها. فمن هذه الناحية هذه النتائج تدل على شنو؟ على قوانينها العامة. فما هي تلك القوانين؟ طبعا ذول الماديين الذين هم بالاصطلاح علماء الفيزياء والكيمياء والفلك هم ملتهين بهذه الامور بالنتائج التي سميتها كنتائج ويدرسونها في الاكاديميات هذا ايضا واضح يعني، ولكنهم ينسون تدبير الله وفعل الله وحكمه الله، ولكنه نحن كمؤمنين لا ينبغي ان ننسى هذه الامور. وفي الحقيقه كل شيء من هذه الامور ناتج من فلسفه معينه